لو الحكايه فيها ان فيتو امتحنته ايه النهارده؟ النهارده كان امتحان الفرنساوي. انتوا امتحنتوا فرنساوي ولا الماني؟ فرنساوي. امتحنتوا تابلت ولا ورقي؟ لا امتحنا تابلت. طيب كان في مشكله في السيستم في الاول او كده؟ هو يوم بتاع الامتحان العربي ساعتها السيستم اللي وقع والامتحان ما فتحش، بس يوم الامتحان بتاع الاحياء في ناس اشتغلت عندهم وفي ناس ما اشتغلتش. احنا مثلا اشتغل عندنا الساعه 10 خلاص، انا ناس اشتغل عندها الامتحان ما كانش مباشر اصلا، كان صعب جدا. في ناس تانية اشتغل عندها الامتحان الساعه 11 ده في الاحياء. النهارده بقى كان نسبة عدد نسبة قليلة جدا اللي امتحنوا متأخر، يعتبر يعني واحدة مثلا أو اثنين مثلا أو خمسة في المدرسة كلها. في اللجنة عندكم ولا؟ لا لا احنا عندنا خلاص اشتغل على طول. بس برضك في الأحياء كان في نسبة كبيرة أوي ما فتحش عندهم التابلت، امتحن ورق 14 18 بس عندنا كل اللي عندنا في المدرسة امتحن تابلت. بس المدرسة التركيز كلهم الفرنسا 21 سؤال كان كلهم من الكتاب ولا؟ لا كان في حاجات كتير بنركز فيها. ماما هو في حاجات بصراحه كان جايبها من الكتاب، في حاجات ما كانش جايبها من الكتاب. يعني مثلا المواضيع كلها مكتوبه، مش مكتوبه في الكتاب، موجوده، فانت لازم تقريها قبل ما تدخلي. احنا حضرنا كتبناها. هو في حاجات في الجرامر مش لازم تفهميها، لازم يعني لازم تركزي فيها عشان تعرفي تحلي. بس والقطع برضك كان فيه لازم يكون عندنا كفاءه. في كلمات كانت جايه لنا جديده احنا ما درسناهاش قبل كده ولا خدناها، بس ده المفروض ان احنا طالما احنا كان معانا التابلت عرفنا نجيب ترجمه جوجل ونشتغل عليها عادي. كان كل الاختيارات قدامنا كنا بنعمل الحمد لله. يعني امتحنتوا ايه النهارده، فرنساوي ولا الماني؟ كان الامتحان عامل ايه؟ بس انا امتحاني كان وحش، يعني كنت قطعه ملعبكه في بعض كده وكلام اخر. كان كام سؤال؟ كل الاسئله 21 مش في الكتاب؟ احنا دول كتاب بس الاخر برضه ما لقيناش في الكتاب، فاضطرنا ان احنا نهبط فيها ونحلها على اخر الترجمه مثلا تلاقيها على حاطينها يعني في الجمل حوالي. كان في مشكله في السيستم او حاجه؟ الساعة 9 بالظبط بينزل، الساعة 9 بالظبط بينزل، بس في ناس عشان الشركة بتاعت المدارس أمثلة كده شوية بيقعدوا يحلوا عليها. في اللجنة بتاعتكم كان في مشكلة مع حد؟ لا هو يعني على 9 وربع بالظبط كده كان في مشكلة، بس أنا امبارح التابلت بتاعي كان بايظ خالص، التابلت باظ فاصل خالص يعني ما رضيش حتى إن هو يشتغل، ورحت وديته الفرع اللي هو في شارع فكرة بتاع شعر. وقالوا لي تاني يوم كتير بعد كده روحت راحوا جايين على فكرة. أنت ألماني ولا فرنساوي؟ غريب. ليه؟ انا اول مره اشوف الاميره دي عندي في المنهج. طيب انت امتحنتي تابلت ولا ورقي؟